يا ابني يا ابني يا ابني ما تبطل الدوشه اللي انت عاملها دي، اقفل الهباب ده. ايه يا دولا مش عاجبك ما تسمعش يا عم؟ مش عاجبك ما تسمعش وبتبوق معايا كمان؟ ولا غير المحطه يالا. ايه يا دولا هو ده يا عم ما بيطفيش ولا بيعلى ولا بيوطى. غير المحطه بقول لك. يا عم بقى له اسبوع لازق في المحطه دي. الله بتقول ايه؟ والله يا فندم انا جاي بس علشان انت جاي من مين؟ ايه ده المحطه اتغيرت؟ شفتك لا اسكت بقى اسكت بقى بس بس يا دولا انا عايز المحطه دي بقى. انت بتنقي اسكت 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 اسكت. مساء الخير واهلا بيكم معانا النهارده في حلقه جديده من برنامجكم اهدي اخلاقك، معاكم الدكتور الشلبي شلبي. الراديو ده يا لاب سبعة ارواح ولا ايه؟ ايوه دول اصل انا كل يوم بنقعه ساعتين في المايه والصابون. صباح الخير مريض العزيز. مريضي؟ اقفل يا عم. مريضي ايه؟ طبعا كل واحد فاكر نفسه مش مريض وبيقول هو مين ده اللي مريض، وبيقول كمان هو الدكتور الشلبي شلبي ده خرف ولا ايه؟ ولا الراديو ده ملوش حل غير انه يترمي. هاتوا هاتوا لا يترمي في الشارع بقى. هاتوا اوعى تكون خفت وعاوز تهرب. الراجل ده قصدك انت؟ بس يلا بس اسمع كلامي للاخر وبعدين قرر. ماشي اتفضل يا سيدي. ايوه كده اهدى. موضوع النهارده عن الوفاء بالوعد. جاتني رساله من المريض عين سين صاد بيقول انه فقد ثقه اسرته فيه وانهم ما بقوش يصدقوا حاجه بيقولها وبيعتبروا كلامه تحصيل حاصل. ده لانه لازم يبقى راجل شديد في بيته، يعني مش اي كلام. صح يا دولا عندك حق. انت مالك انت مالك؟ انا شايف ان الراجل هو اللي بيوفي بوعوده. مشكلتك يا عين سين صاد بتكمن في انك ما بتوفيش بوعودك مع اسرتك وبالتالي فقدت احترامك وسطيهم. ازاي يا دولا الكلام ده؟ طب ما انت يا عم هون عمرك ما بتوفي بوعودك لحد يعني، وبالرغم من ذلك اسرتك كويسين الحمد لله. بالرغم من ذلك انت بتتكلم ليه يا لما تسكت يا لا اسكت خلينا نشوف الراجل بيقول ايه. احيانا الواحد بيتهيأ له انه موفي بوعوده وما عندوش اي مشكله، لكن ده مش صحيح. روح واسال اسرتك وانت تعرف هم شايفينك ازاي. اسالهم قبل هم ما يسالوش فيك. ودلوقتي مع السلامه. مع السلامة ايه؟ مع السلامة ايه؟ هو الراجل جاي يقلقنا وماشي ولا ايه؟ ايه يا دولا بقى يا عم تسيبه بقى يا عم، انت ايه اللي قلقان يعني في ايه؟ ايه اللي قلقان في ايه؟ ما هو قال لي كلام يقلق صراحة، يعني ما ممكن يكونوا في البيت فعلا ما بيثقوش فيا. ما هو قال لك يا دولا روح اسألهم يا عم والمية تكدب العطشان. لا انا كده قلت ممكن ابقى انا فعلا، ممكن ابقى انا. ليه يا دولا ممكن تبقى انت ليه يعني؟ ما هو قال لك عين سين سقط. طب الراجل ده ليه ما قالش يعني عصص؟ لازم عين سين صاد. فاكر عين سين صاد يعني عصص؟ لا يلا عادل سعيد صابر عين سين صاد. يا راجل انا بحسبه اسمه عصص يعني. لا ما اي حد بيبقى له اسم حركي يلا. طب وانا دولا ليه برضو اسم حركي؟ طبعا. ازاي يا دولا يعني؟ يعني انت اسمك الحقيقي رمزي، اسمك الحركي يبقى جيم زين ميم ته مربوطه. جزمه؟ بالظبط كده. رانيا انا كنت عايز اسالك، يعني هو انت بتثقي فيا؟ هو انت خنتني يا عادل؟ معقوله يا رانيا خنتك ايه يا ماما؟ حكايه ان واحد يخون حد ده يعني بتبقى محتاجه تفرغ، الواحد يبقى فاضي، زائد بتحتاج امكانيات وانا ما عنديش الامكانيات دي صراحه ان اخونك يعني. يبقى انت عايز تخوني واول ما هتجيلك الفرصه للصفع هتصفع. انا عايزك انت تصفع عني يا رانيا لو سمعتي. خش في الموضوع يا عادل. رانيا هل مثلا انا مره وعدتك بحاجه وما كنتش على قد ثقتك بيا؟ اه طبعا انت عمرك ما وعدتني بالحاجه الا وكنت متاكده انها عمرها ما هتحصل. اساسا اول ما بتوعدني بالحاجه بينتابني احساس وشعور بالياس الشديد وبرفض اصلا الشيء ده انه يحصل. رانيا لو سمحتي ما توهنيش، خليكي محدده. ايه اللي انا وعدتك بيه مثلا وما نفذتوش وما كنتش على قد ثقتك؟ عادل ارجوك مفيش داعي نخوض في المخاض اللي اتخاض فيه قبل كده. قصدك يعني بلاش نحكي في المحكي. ايوه. لا احكي بقى يا هانم احكي، اتفضلي وقولي لي ايه اللي انا وعدتك بيه وما عملتوش. اوكي انت اللي جبته لنفسك. فاكر يوم عيد ميلادي وما وعدتني ان انت هتجيب لي عمرو دياب يغني اليوم ده، رحت جايب لي مغني مغمور اسمه توسن. ماله توسن؟ توسن ده زي الفل. هو في مطرب زي توسن؟ لعلمك بقى انا كشاعر يعني بتنبأ لتوسن ده انه هيعدي عمرو دياب.
عادل لو سمحت ما فيش داعي نتناقش في منطقة منقوشة قبل كده. منقوشة؟ بتلجئي للهجة اللبناني يعني عشان تتوهيني في الحوار؟ لا يا ماما، أنا حافظ لغات كويس. أوكي يا عادل، خد عندك دي كمان. فاكر لما قلت لك إن أنا عايزاك تشتري لي عربية؟ قلت لي على أول الشهر هجيب لك عربية 4x4 موديل السنة. حبيبتي دي ما تعتبرش وعود، دي تعتبر اشتغالات هكس بضحك عليكي، لكن أنا عايز مثلا وعود اللي أنا بنفذها. يعني مثلا هل مرة طلبت مني ربع كيلو جبنة رومي وأنا ما جبتهوش؟ هل مرة طلبت مني نص كيلو زيتون محشي مثلا وانا اكلته في السكة وجبت لك الكيس فاضي؟ انا كده فهمت حضرتك، حضرتك عايز تنزل لقاع. اوكي انا هنزل معاك لقاع يا عادل. اخر مرة حصلت حاجة من اسبوعين، طلبت منك يا عادل ان انت تخرجني تعشيني برا، ايه اللي حصل؟ صراحة يعني كبرت دماغي وما خرجتكيش يعني. اديك رديت على نفسك. هل تعتقد يا عادل يا ابن حماتي انعام بعد كل التجارب المريرة اللي مرت على مدار السنين اللي فاتت اقدر ازرع ثقتي فيك؟ وليه يا حبيبتي نلجأ للزراعة اذا كان الموضوع منبت لوحده وانجلته باينة؟ تقصد تقول ان احنا محتاجين نتعامل مع الاسمدة العضوية النيتروجينية؟ ممكن ما نلجأش للاسمدة، ممكن مثلا نلجأ للري بالتنقيط. بس انا مش فاهمه يعني ايه موضوع التنقيط ده، ممكن تفهمني؟ يعني مثلا لو انا عزمتك في مطعم زي ما انت عايزه، هل بعد كده هتنقطينا بسكاتك؟ على حسب نوع العشاء والمكان بتاع العزومه. خلاص المكان فاخر ان شاء الله. عدد واحد عشاء فاخر في مطعم فاخر لرانيا. اوكي ثقة ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ الثقة يا سناء، الثقة يعني لما حد بيبقى واثق في حد ان هو هيعمل حاجة طلبها منه ويبقى واثق ان هو يعملها له يعني. طب ما دي حاجة انت ابعد ما يكون عنها. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ انا ما بوجهش كلام ليكي. ماما انت بتثق فيها ولا لا؟ من ناحية ايه يعني؟ يعني هيكون من ناحية ايه يعني يا ماما؟ هتكوني بتثق فيا من ناحية اليمين وما بتثقيش من ناحية الشمال؟ بتثق فيا من ناحية التعامل؟ ليه يا عادل عايز تنقش في المنكوش؟ ايه الحكاية دي؟ واحدة تقول للمنقوش والتانية تقول للمنكوش، هو في ايه بالظبط؟ هو ايه اللي في ايه بالظبط؟ يعني تفضل ساكت وتسيبنا احنا ساكتين بدل ما تجيب لنفسك الكلام؟ لا أنا عايز أجيب لنفسي الكلام وأنت ما تتكلميش لو سمحتي، خلي ماما هي اللي تتكلم. يا عادل ليه عايز تفتح على نفسك فتوحة؟ افتح يا ماما، الورقة والقلم موجودين أهي، وعايز بس أعرف أنتوا في حاجة مضايقاكم مش واثقين مني فيها؟ ماما بصي هو اللي جاب لنفسه عمال يقول افتحوا افتحوا، اديله بقى في جنبه وما ترحموش، بس سيبي لنا الظهر والسنين. معلش يا ابني على عيني. فاكر لما كنت في ابتدائي وجبت لك كشكول وقلت لي انك انت هتخلصه على اخر السنه وخلصته قبل سنه ما تخلص؟ يا ماما كشكول ايه يا ماما؟ كشكول ايه؟ ماما اولا ده ما كانش كشكول، دي كانت كراسه 30 صفحه، ثانيا سناء كانت واخده لها صفحتين من النص، ثالثا انا خلصت الكراسه دي قبل ما الدراسه تخلص باسبوع، رابعا ابتدائي ايه يا ماما؟ ابتدائي ايه ده؟ انا بقيت زي الشحط، جايه بتفكريني بابتدائي يا ماما. ماما قصدها ان اللي فيه طبع ما بيغيروش يا عادل. طب فاكره انت يا سناء لما وعدتك ان انا هجيب لك العقد الاصفر فازرق اللي احنا شفناه في بوتيك علا انا وانت؟ وعدتني وما جبتوش. ومش هجيبه، مش هجيبه. وعايزك بقى ما تثقيش فيا يا سناء، الغيني الغيني من حساباتك. الغيك يعني هلغي في الملغي اساسا. سناء لو سمحتي ما تتكلميش، انا بتكلم مع ماما. ماما افتكري اي حاجه تانية يا ماما غير موضوع الكشكول ده يا ماما؟ يعني في حاجه انا وعدتك بيها وما كنتش قد الثقه يعني؟ فاكر لما وعدتني انك تخرجني في المطره يوم اجازتك وما خرجتنيش وانا بحب الخروج في المطره؟ يا ماما ما هي ما مطرتش يوم اجازتي يا ماما، ساعتها بقى مش مفروض ما تثقيش فيا، مفروض ما تثقيش في الجماعه بتوع الارصاد الجويه، ليه تاخديني بذنب الارصاد يا ماما؟ ماما طيبه وغلبانه وما بتعرفش تتكلم على حقوقها، تحب اقول لك انت وعدت ماما بايه وما وفيتش بيه؟ لا ما تقوليش. لا هقول، لا هقول، لا هقول. فاكر في عيد الام اللي فات لما وعدت ماما انك تجيب لها بالطو عشان ينفعها في الشتاء؟ ازاي الحكايه دي راحت عن بالي؟ البلط الصوف ايه ده وانا ما جبتوش؟ لا بس يا ماما فاكره انا ساعتها بقى جبت لك جوانتي وكان صوف برضو. جوانتي ايه يا ابو جوانتي؟ جوانتي ايه اللي بخمسة جنيه ده؟ من عند الفرشه اللي قدام بوتيك علا. انت كان بينك وبين البوتيك خطوتين، لو ما اديت رجلك كده كنت دخلت البوتيك وجبت لمامتك حاجه عليها القيمه من البوتيك الشيك. خلاص خلاص خلاص، ادي بلطو صوف انجليزي لماما وعقد الاصفر فزرق لسناء.
ماما ما تضغطيش عليا زيادة عن كده، أنا مش عايز أجيب لي سماح حاجة. ماما أنا ما بحبهاش يا ماما. يا عادل عشان تثق فيك. ماشي، أدي أهو اسمه إيه ده، عقد أصفر فأزرق لسناء، بس هجيبه بقى من على الفرشه اللي قدام بوتيك علا. لا، من مكان الشيكي وبوتيك علا. مش هجيب من البوتيك. لا، بوتيك علا. من الفرشه. ماما مش هجيب خلاص من الفرشه. خلاص يا ماما من البوتيك. وعودات ايه يا عادل؟ احنا سكتانين بمزاجنا، وبلاش بقى تبلف في المبلوف. تبلف في المبلوف؟ يا نهار ابيض، انتوا بتتعلموا الكلام ده منين؟ ابي يا عادل، الثقه محتاجه وقت كبير عشان تتكون بين الطرفين. يا سلام، ده على اساس ان انت بتكلمي يعني زميلك في الجامعه. طرفين ايه يا نجلاء؟ بص بقى يا عادل، احنا هنكلمك بصراحات، واوعى تفتكر ان في استغلالات. لا طبعا يا حمايه، انا عارف ان انت استحاله تستغليني طبعا. من فضلك يا عادل، انا عايزه دولاب بدورين، دور لي ودور لنجلاء. وانا كمان عاوزه مرايه طويله مترين عشان اعرف اشوف لبسي كله مش نص ونص. وبعدين بقى انا عايزه اغير كل الاضاءه اللي في الاوضه واعملها ان دايركت لايت. وانا عايزه ورق حيطه للاوضه. بصوا، واضح ان الطلبات دي لسه مفكرين فيها انتوا دلوقتي حالا. يعني بالنسبه للاتوبيس ابو دورين. اتوبيس ايه عادل؟ انا بتكلم على دولاب. والله ما تفرق، اتوبيس بدورين، دولاب بدورين، سرير بدورين، كده كده مش هجيبه، فما تفرقش يعني. طب والمرايه المترين؟ يا نجلاء، مرايه مترين هتضحك عليا انا؟ انت اساسا متر وخمسة سنتي، عايزه مرايه مترين تعملي قصادها ايه؟ تقعدي قصادها انت واحده صاحبتك طويله مثلا؟ طب خلاص، خلينا في ورق الحيط. ورق الحيطه ايه بقى؟ هتكتبي عليه محاضرات ولا ايه؟ يا جماعه انا بسالكم، هل في حاجه انتوا طلبتوها مني قبل كده وانا ما جبتهاش؟ مش بقول لكم ايه اللي انتوا نفسكم فيه وانا مش هجيبه؟ اوكي يا عادل، في قفشات دلوقتي انا قفشتك فيها. ها؟ انت فاكر يوم وعدتني فالنتاينز داي انك هتجيب لي الكتاب بتاع الشعر الكبير قوي نايلن هتلر؟ هتلر ده بالذات ما قدرتش اجيبه يا حماتي، لان ممكن يتقبض عليا بيه صراحه يعني. يبقى انت كده بقى وعدت وخلفت. خلفت فعلا، اللي خلف ما ماتش. وعدت واخلفت يعني تقصدي؟ ماشي، ما بس هجيبه ادي اهو، كعدد واحد كتاب نايلون هتلر هتلر هتلر. واكتب عندك كمان عاوزه لينسز الترا جراي اصلي. انا وعدتك بيها قبل كده دي ولا ايه؟ ايوه، السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. لينسي لينس ارتا. لا بصي، ممكن تكتبيها انت عشان لو انا كتبتها اجيب لك حاجه غلط مثلا للودان ولا بتاع. عدد واحد عشر رومانتيك في مطعم فاخر، عدد واحد بلطصوف، عدد واحد عقد اصفر فازرق من على الفرشه، عدد واحد كتاب نايلون هيكلر. بابا. عايزه ايه يا ياسمين؟ انا مش بثق فيك. ده انت سمعتينا بقى. ايوه، وعايزاك تجيب لي البقى اللي انت وعدتني بيه. بصي يا ياسمين يا حبيبتي، بلاش 13 في الملطوش عشان ما بهدلكيش ولطوشك، ابعدي عني. لا بقى مش هبعد. اسمعنا، ماما نقشت في المنقوش، وتيتا انعام نكشت في المنكوش، وتيتا مجيده بلفت في الملبوف. الملبوف؟ يا نهار ابيض. لا طب ماشي، اتفضلي حضرتك، اتفضلي حضرتك، الطوشي في الملطوش، ايه طلباتك؟ وعدتني بعجله وما جبتهاش، وعدتني بلابتوب وما جبتوش، وعدتني بموبايل وبرضه ما جبتهوش. ده احنا كده عدينا مرحله اللطش في الملطوش ودخلنا على مرحله النفخ في المنفوخ. عشان الثقه ولا ايه؟ ماشي، الثقه. طب ممكن يا ياسمين يا حبيبتي يعني نقسم حكايه الثقه دي؟ ممكن نقسطها يعني ايه؟ يعني الاول اجيب لك العجله، ها، عشان ما نبقاش بنتلف في المتلوف. ابوس ايدك يا دول، لما توفيش بوعدك معايا. لا يا رمزي، لا 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 لا، انا وعدتك لازم اوفي بوعدي يا ابني، انا عايزك تثق فيا. ما دام وعدتك هرفدك، هرفدك، لازم تثق يا ابني. يا دوله انا مش عايز اثق فيك خالص يا دوله. يعني ايه؟ لا 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 لا، انا لازم اوفي بوعدي وخلاص. انا وعدتك ان ارحلك على بلدكو، تذكره الميكروباص حجزتها، هتاخدها وتتكل على الله، روح بلدكو يا رمزي. يا دوله يا دوله، ابوس ايدك يا دوله والنبي يا دوله، خليك يا عم انسان منافق وكذاب وغشاش وخلاف للوعود يا دوله، ولو لمره واحده بس في حياتك. يعني عايز نعمل ايه؟ عايز نعمل ايه؟ ابيع ضميري، ابيع اخلاقي، ابيع قيمي ومبادئي؟ اشتريهم انا منك يا اخويا. واذا كان على الفلوس يا عم ما تحملش همهم يا دوله.
عملش هموم ليه؟ انت محوش ياد ولا ايه؟ دولا بقى حاجة بسيطة كده على قد ما قسمت يعني، وكنت محوشهم علشان لما تقلب اصلك بيا. اقلب اصلي يعني اساس ارفيدك. محوش بقى كام يا نصاب يا حرام يا لص؟ هم تدولا هم تخويا 8 جنيه وربع دولا. 8 جنيه وربع؟ محوشهم من ورايا؟ يا حرام يا لص، 8 جنيه وربع، ده انا ابن عمك يا رمزي، بتسرقني يا رمزي، 10 سنين معايا في البازار ومحوش مبلغ ضخم زي كده، 8 جنيه وربع. هتعيط؟ هتعيط؟ ليه؟ انا عملت لك ايه يا ابني؟ ده احنا كلنا بنحبك يا رمزي، بنحبك وبنقعد نقول لك ارقص يا رمزي، كسر يا رمزي، في النهاية عايز تحترف في بازار تاني في سويسرا. مين وراك يا؟ عدد 11 رومانتيكي في مطعم فاخر. طبعا يا رانيا يعني انا سالت على حكايه العشاء في المطعم الفاخر ده، لقيته هيكلف على الاقل 500-600 جنيه. يا بلاش يا بلاش. طبعا طبعا حضرتك يا بلاش، لان انت مش دافعه حاجه من جيبك، انا اللي غرمان كل حاجه يعني. عدد 1 بلطو صوف عشان ماما. ماما انا سالت على البلطو ده، لقيته في بوتيك علا ب 500 جنيه، غير ال5 جنيه بتاعه العقد الاصفر فازرق بتاع الاخت سناء. يعني الفلوس دي كلها هجيبها منين؟ هجيبها منين؟ طبعا هتجيبها منين عشان خاطر سناء، لكن ال500 وال600 اللي بتطلعهم بالهبل كده ده عادي. سناء لو سمحتي بعد اذنك ما تقاطعنيش، اما يجي دورك في الكلام ابقى اتكلمي براحتك. بالنسبة بقى لعدد 1 كتاب نايلون هيكلر. حماتي معلش انا سألت على الكتاب ده، لقيت ان في صعوبة يدخل مصر، من الممنوعات، ما ينفعش يدخل لنا خالص، لكن في واحد هقدر اجيبه منه ب1000 جنيه، بس اي حد ممكن يروح يستلمه من حلايب. ما يا عادل برضو المثقفات محتاجة لتضحيات. تضحيات؟ طب وانا ضحي ليه؟ ابعتي الهانم تروح تستلمه هي من حلايب. حضرتها طلبالي عدسات لونها مش موجود اصلا، مفيش بني ادمين لون عينيهم كده يعني. ايه ده؟ لا في طبعا، مهاب صاحبي في الجامعة، ده مامته صربية وباباه صومالي. مامته صربية وباباه صومالي؟ طب يحمد ربنا ان هو عايش لغاية دلوقتي يعني. الأعمار بيد الله يا عادل. ايوه يا ماما على رأيك. المهم يا جماعة انا عايز اقول لكم ان انا كان نفسي بجد، كان نفسي اجيب لكم كل طلباتكم، مش بس الطلبات اللي انتوا طلبتوها مني، انا كان نفسي اجيب لكم اكتر من كده، كان نفسي اجيب لكم اي حاجة حتى انتوا بتفكروا فيها، مجرد ان انتوا بتفكروا، بس انا اعمل ايه؟ انا معيش فلوس اجيب لكم كل الحاجات دي، انا كل اللي احتكم عليه في دنيتي هم 8 جنيه وربع بس جايبوه من واحد بدون ذكر اسمه، يعني اسمه رمزي. احنا مصدقينك يا عادل وبنثق فيك. ربنا يخليك ليا يا ماما، ربنا يخليك. انا مش عارف اقول لكم، انا اسف يا جماعه، انا اسف. no, انا اسف. نو 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 بليز دونت سي سوري يا عادل. بصراحه احنا لما طلبنا المتطلبات دي احنا كنا بنستغلك يعني علشان المصلحات بتاعتنا. ربنا يخليك ليا يا حماتي، ربنا يخليك ليا، يعني بشكرك على الصراحه اللي انت صريحه فيها دي. ماشي يا بيبي، بالنسبه للعشاء الرومانسي اللي انا كنت طالباه مش ضروري يعني يبقى في مطعم فاخر، يعني ممكن احنا نبعت نجيب 2 كيلو كباب وكفته وفرختين وحمامتين وشويه سلطات وشوربه ونتعشى في البيت بقى. هو ده كده يبقى عشاء رومانسي؟ ده كده رومانسيه الجوع يا ماما. عادل انا ممكن اريحك واقول لك تعمل ايه علشان ترضينا. انت بالذات ما تتكلميش خالص يا سناء. انا بقول لك اهو، انا لو معايا 1,000,000 جنيه مش هجيب لك العقد ابو 5 جنيه اللي انت بتقولي عليه ده. يا جماعه ارعوا ظروفي، يا جماعه ارعوا ظروفي لو سمحت. اطمن يا عادل، احنا مراعين ظروفك وعارفينك كويس، واللي ما تقدرش تجيبه السنه دي تجيبه السنه الجايه، المهم نكون مع بعضينا. ربنا يخليك يا ماما، فعلا لازم نكون مع بعضينا. يعني انتوا مش زعلانين مني بجد يعني؟ لا. اوكي اوكي. بابا. ايه يا ياسمين، انتوا جبتوني ليه؟ اهو فراغ بقى يعني، ما لقيناش حاجه نعملها قلنا نجيبك يعني. طب انتوا جبتوني ازاي؟ يلا بابا بجد انتوا جبتوني ازاي؟ جبنا بقى ايه، شويه سكر
ورفعنا السجادة وحطينا السكر تحت السجادة، جينا الصبح لقيناك على طول. طب انتوا لقيتوني تحت السجادة ولا لقيتوني على الكنبة؟ ياسمين ياسمين، بص الساعة كام دلوقتي ولغاية دلوقتي لسه صاحية؟ اتفضلي خش نام. يلا خش نام، تصبحي على خير. بعدين في الزفت خلفاوي ده، هعمل له ايه يعني؟ عمال بيزن عليا، يزن عليا كل شويه عشان الفلوس بتاعته. طب يا دوله، ما دام يعني عمال يزن على ودانك كده، هو ما تحط له قطن في ودانك هنا او سفنج. انا مش عارف اعمل ايه مع الراجل ده، بيكلمني كاني شغال عنده يعني، بشنبه اللي عامل زي قرن الجاموسه ده. لا بس بصراحه يا دوله، يعني معلم خلفاوي ده راجل جدع. جدع ايه يا ابني؟ ولا جدع ولا حاجه. ده انا بقى ما بقاش جدع لو ما خدتش فلوسي دلوقتي. معلم خلفاوي، والله حضرتك لسه كنت جايب سيرتك انا والحيوان ده. بأمارة ارم الجاموس، ها؟ اسرع الكلام، اطلع بفلوسي يا نصاب. بص حضرتك، انا مش نصاب ولا حاجه، انا ليا فلوس كتيره قوي في السوق، بس الناس ما عندهمش دم، ما بيدفعوش حضرتك لغايه دلوقتي يعني. ما تقول لنفسك يا اخي. قصدك ايه؟ قصدك ان انا ما عنديش دم؟ ماشي، عموما الشتيمه بتلف تلف وترجع لصاحبها. اما صحيح اللي اختشوا باتوا، ابقى مضايقينك وتغلط فيا وفي منطقتك. طيب عادل، انا هاخد فلوسي تالت ومتالت، ولا انت؟ ماشي، على مفخرك اركبه. مع الف سلامه يا معلم الكل. الف سلامه، الف سلامه. مش تقول لي يا غبي، مش تقول لي ان هو واقف ورا ظهري. احسن احسن. ماشي ماشي يا رمزي، ما فرجتك. بقول لك إيه؟ ايه، عايزك تطلع تجيب لي التمثال بتاع حتحور ده، اخده معايا وانا رايح للمعلم ابراهيم، يمكن اخد منه فلوس. حاضر. لا لا، ولا اقول لك لا لا بلاش، هتكسره، ما انت هو بتكسر طول الوقت. انا هطلع اجيبه بنفسي، وادي السلم كويس. ماشي، اطلع بقى دوله. بس بقول لك ايه، اطلع واحده واحده. ليه يعني؟ طالع سلم المجد؟ ايه ده، السلم بيرقص كده ليه يالا؟ ايوه يا دوله، ما السلم ده اللي جايبينه من شارع الهرم. رجلي يالا، رجلي. يا دوله، نسيت اقول لك، حاسب السلمه المكسوره. يخرب بيتك، جاي دلوقتي تقول لي حاسب السلمه المكسوره؟ رجلي يالا، اتصل بالاسعاف ولا اتصل بدكتور بسرعه؟ طب انا ما ينفعش اتصل بالدكتور وهو اللي اتصل بالاسعاف ويجي؟ اعمل اي حاجه، الحقني يالا، رجلي شكلها اتكسرت ولا بسرعه. بس الف حمد وشكر ليك يا رب، السلم لسه بخير. اتصل 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 اتصل. حاضر يا دوله، مليني دوله. كام يا دوله؟ نمره ايه؟ نمره الدكتور 55 يا حبيبي، 55. عين وصابتك ورب العرش نجاك يا ماما. وانا خبطت في ميكروباص منه للازف الطين رمزي، انا كنت خايف ان هو يكسر التمثال، كسرت رجلي وكسرت التمثال. معلش يا دوله، الف سلام عليك يا عم، بكره ان شاء الله تخف اهو، واللي اتكسرت جبس اهو. دوله، مش كنت تاخد بالك برضو كده يا عادل عشان ما تتكومش؟ انا مش عارفه، انت اصطبحت بوش مين النهارده؟ انا عارف اصطبحت بوش مين. ايه الخفه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا الاثنين، هو ايه سكتناله دخل بحصان ولا ايه؟ بابا، هو ده الجبس اللي بيبنوا بيه العمارات؟ بصي جسيه كده اهو. عموما اطمنوا يا جماعه، الدكتور طمني خالص على الاخر، يعني قال ان هو تمزق في الوريد الشرياني ويتبعه تقلص في العضلات وتمزق فيها، واذا حمل عليها اكتر هيحصل انهيار كامل العمود الفقري كاملا من اوله لاخره. بس والله في امل يا عادل. يا نهار ابيض، لا ده انت طمنتيني خالص، ده انا كنت خايف. الحمد لله يعني انها جت على تمزق. يا نهار اسود.
يا حبيبي اذا ما كنتش انا اطمنك مين هيطمنك؟ بس يا عادل، ده انا شريكه حياتك يا بابا. طبعا يا حبيبتي، انا اكتشفت فعلا ان انت اللي شركت حياتي. دولا انت كده بقى هتبقى ابو رجل مسلوخه. يا عادل، طب انت هتعمل ايه في الاسبوعين دول؟ هتروح البازار بكرسي ابو عجلات؟ ابو عجلات يعني؟ ان شاء الله مفيش مشكله خالص بالنسبه للبازار. بس بجد يا جماعه، انا متفائل بالروح اللي حواليا دي، انا مبسوط جدا. لا، وانا عايزك تتفائل اكتر علشان موضوع البازار ده محلول اصلا. محلول اصلا وبتقوليها بثقه كده وتشوحي بايدك؟ هتعملي ايه بقى يا ننوسه؟ عين مامتك، هتجيبي التماثيل ترصيها جنبه على السرير، ولا اقول لك نصف فاترينه كده ورصي فيها التماثيل بايدك؟ اه يا جماعه، على فكره، واللي يجي يشتري منه التماثيل يجيب بقى كيس فاكهه معاه. لا يا خفه، انا اصلا قررت ان انا هروح اقعد في البازار مكان عادل. ده على اساس انك خريجه قسم اثار فرع بازارات، صح؟ يا رانيا يا حبيبتي، البازار ده مسؤوليه وده شغل ضخم ما يقومش بيه 100 راجل على الاقل. يا عادل والنبي اديني فرصتي بقى، اديني فرصتي عشان اثبت ان وراء كل رجل مكسور امراه عظيمه. ميل وسجينة واتحمل ميل وسجينة، شباكنا ستاير وحرير. ايه الزفت اللي انت بتعمله ده على الصبح؟ صباح الفل يا رانيا. بصي، انا قلت بقى دولا مش موجود ففرصة اخد هدومي في امين. ما تقلعيش جاك تغسلولك يا رانيا. شيل الهباب اللي انت بتهببه ده يا قرف، واعمل حسابك من النهاردة وطالع انا هنا زي عادل بالظبط. خلي بالك بقى من رجلك، الغربال الجديد له شده برضه. شفتش قاعد في بازار؟ فعلا يا رانيا، يعني هي لو كانت غساله كانت تبقى ارحم. بص يا رمزي، استاذ رمزي لو سمحت، انا من خلال دراستي لحالتك اشك بل اكاد اجزم ان انت عندك انفصال او انسلاخ في الشخصيه. ربنا يحفظك. الاقي عندك تمثال او منظر؟ والله يعني للاسف كان عندنا وخلص. طب ولا تمثال حورس؟ والله يعني للاسف ما كانش عندنا وخلص. ايه ده؟ شغالين ازاي؟ فين صاحب المكان؟ والله يعني هو انكسر وخلص. بص يا خلص، استاذ خلص لو سمحتي. من خلال فهمي للمشكله توصلت للحل، وهي انك تمسك ورقه وقلم وتلف على البازارات اللي حوالينا تشوف في ايه هناك مش موجود عندنا وتكتبه. بس ايه؟ اوعى حد ياخد باله منك. يعني كده هو انا اكتب وانا مش واخد بالي ان الورقه معايا مخبيه ورا ظهري؟ يعني اعمل اللي انت عايزه يا رمزي، بس المهم الورقه دي تكون عندي النهارده. ايوه رانيا، بس دول لو شافونا هيموتوني. يا اخي يا ريت، ابقى كده وصلت لاول خطوه لاصلاح البازار ده. حد اتكلم النهارده؟ الحاج خفرع. ومين الحاج خفرع ده؟ تاجر من تجار التماثيل، بس ايه، يعتبر صنم في المجال ده. هو طب هو عايز ايه؟ كان بيسال يعني على البضاعه اللي هو كان عايزها مننا. طبعا مفيش بضاعه، لان هي دي مشكله. لا يا رانيا، المشاكل كلها عند المعلم خلفاوي. ليه؟ هو المعلم خلفاوي عايز مننا تماثيل؟ لا، احنا خدنا منه تماثيل وما ادينالهوش الفلوس عشان احنا ناس ما عندهاش دم. فين؟ احنا بقى فلوسنا عند ناس تانيه ما عندهمش دم غيرنا. يعني احنا ما عندناش دم وهم ما عندهمش دم. انا كده بقى عرفت المشكله فين. ماما، انا مش عارف انقي الرز ده صح ولا غلط، لان بطلع منه الزلط بس حاسس ان بطلع الرز مش بطلع الزلط. يظهر بقى ان الكسر بتاع رجلي ده اثر على نظري. الف بعد الشر عليك يا حبيبي، انا قلت بس اسليك بدل ما انت قاعد كده لا شغله ولا مشغله. وهو الواحد برضو يعمل بلقمته. عشنا وشفنا عادل قاعد بينقي رز ومراته ماسكه شغل البازار. ما حدش يتكلم عن ماما كده، دي بقت راجل البيت دلوقتي. روسي ماما بقت راجل البيت وانا بقيت ايه؟ خيال مقاتة. شايف بنتك المفعوصة معصوفة الرقبة؟ صحيح اللي بلادر على فمها تطلع البنت لأمها. ماما جت، وحشتيني يا ماما، وحشتيني يا ماما. روح ماما، قلب ماما، وحشتيني موت. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. ها؟ ايه يا رانيا، ايه الأخبار؟ جبتي لي الحاجات اللي أنا طلبتها منك؟ أوه يا عادل نسيت، معلش، أنت عارف زحمة الشغل يا حبيبي، طمني عليك، رجلك عاملة إيه؟ الحمد لله، هو قاعد زي أي ست بيت شاطرة بيتنقي الرز عادي جدا. حشتيني يا حبيبتي، هاو از يور داي؟ أم أوكي يا مامي، أنت عارفة بنتك بقى وقدراتها، أنا عايزة أثبت لعادل إن وراها ست تاكل الزلط. أهو يا حبيبتي الزلط مجهزهولك لوحده أهو، تاكليه براحتك يعني. طب يا حبيبي أخش أغير أنا بقى. حماتي حبيبتي لو سمحتي، من فضل حضرتك انا عايزه بعد كده اجي من الشغل الاقي الاكل جاهز على الصوف، لان انا بتعب يا جماعه، بتعب فعلا. رعوني رعوني، الله يخليكم، بتعب. اوف، وادي الرز وادي الزلط، مش عايز اكل رز. ايه
رانيا هو انت مش هتخرجيني النهارده زي ما وعدتيني يا حبيبتي ولا ايه؟ والنبي عادل يا حبيبي سيبني في اللي انا فيه. طب جبتي لي كريم الشعر اللي قلت لك عايزه؟ يا عادل انا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ وانت بتعملي ايه بالورقه اللي معاكي دي؟ برتب شويه افكار هتخلي البازار ده بازار الاحلام. انا حاسس انه هيبقى كابوس الاحلام. انا تشوفي يا حبيبي افكاري هتوصلك لايه. انت محسساني ان هرجع لاي متحف. بص يا عادل انا مؤمنه بحكمه بتقول ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش، وانا مش بقول علشان انا لسه بعمل ولسه ما عملتش ومش هقول غير لما اعمل. ايه ده ايه ده ايه ده، هي دي حكمه ولا فزوره؟ ماما بقول لك ايه، عايزه مصروفي. ايه ده يا ياسمينه يا جميله، معقوله هتاخدي مصروفك من ماما وبابا موجود؟ هاتي لي البوك، قصدي هاتي لي المحفظه. هو انت خدت مصروف من ماما؟ عاجبك كده يا رانيا؟ شايفه الكلام اللي ياسمين بتقوله؟ خدي يا ياسمين، خدي يا حبيبتي. يلا يا ستي. رانيا انا لسه ما خدتش. خدي يا ياسمين، ادي لبابي. انا خدت يا ابا. عادل في واحد بره عايزك، اسمه خوفو. اسمه المعلم خفرع. خوفو خفرع اهرماته خلاص. طيب بدل ما توقف الراجل بره خليه يدخل ويقعد في الصاله واعملي له حاجه، بدل ما انت واقفه زي ابو الهول كده. ايه ابو الهول؟ طب بس افك الجبس واقوم لك. اهلا 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 يا معلم خفرع. اهلا 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 يا حبيبي يا اعز واعرق صديق ليا. ربنا يخليك. ازيك عادل؟ الله يسلمك، اتفضل اتفضل. الف سلامة. والله يعني تعبت نفسك بزيارتك لينا دي، يعني مش معقولة يعني. لا والله انا اول ما عرفت اللي حصل ده فرحت، قصدي زعلت، وقلت واجب ان اجي ازورك وهقعد اطمن عليك ساعتين ثلاثة خمسة ستة عشرة زي ما انت عايز. يا نهار ابيض، ده واضح ان حضرتك فاضي يعني يا حاج. يعني هو فعلا يا بخت من زار وخفف، لكن حضرتك هتقعد معايا 10 ساعات ايه على ما تخلص البرتقال اللي انت جايبه؟ برتقال؟ ده تفاح، تفاح امريكاني. تفاح امريكاني. ده تلاقي فيه بوش بقى. ايه بوش؟ يبوشك في الفلوس ب 15 جنيه الكيلو، ولما تروح بعد ما تشتريه ما تلاقوش تفاح، تلاقي زي ما انت قلت برتقال. عموما يعني متشكرين جدا والله يا حاج خفرع، مش عارف يعني انه ردها لك ان شاء الله في الافراح. لا لا مش عايزك تردها لي، استنى بس لما تشوف انا جايب لك ايه تاني. ايه جايب لك؟ معايا احلى هديه، هديه 100 100. ايه ده، تمثال رجله مكسوره؟ بالمناسبه هو رجله مكسوره وانت رجلك مكسوره، يبقى الرجلين مكسورين. نردها لك ان شاء الله واجيب لك تمثال رقبته مكسوره. فكرتني بالواد ابني الشقي، دايما بيكسر رقبتي. راح اتجوز من ورا مني، اتجوز واحده رقاصه، وجارته اتجوزها كده، لا عرفي كمان. اتجوزها عرفي؟ انا نسيت صحيح يا معلم اعرفك بالمدام، رانيا مراتي، بس متجوزها على سنه الله ورسوله، مش عرفي ولا حاجه. الحمد لله. اهلا يا معلم، نورتنا وشرفتنا. لا لا انا بشرف بس، انما النور منك انت، انت اللي نورتين. ما قلتليش اخبار التماثيل اللي انا طلبتها منك ايه؟ موجوده ومركونه عندي بقى لها فتره طويله، لدرجه انها ادمت قوي، يعني بانت انها اثريه بحقه حقيقي. بس بيني وبينك يا استاذ عادل، انت مش عاجبني في شغلك اليومين دول، مش عاجبني. ما هو ده راجع حضرتك للاسلوب التقليدي السريالي اللي بيتعامل بيه عادل مع اداره الشغل. ايوه انا عايزاني اعمل ايه يعني؟ اجيب الزباين بمطوه من قدام باب البزاره اخليهم يشتروا بالعافيه؟ انا رايي ان احنا نواجه تحديات السوق بان احنا نطور من نفسنا عشان نبين تفردنا في السوق. ولو اني مش فاهم حاجه من اللي قلتيه، انما كلامك 100 100 يبقى مظبوط. حدي لحضرتك مثل، ايه رايك مثلا واحنا بنبيع اي تمثال ننزل معاه دفتر عناوين وارقام تليفونات شركه السياحه والطيران والفنادق، وفي نفس الوقت كمان عنوان البازار والحاجات اللي موجوده فيها از دعايه يعني للبازار. ربنا يخليك ويبارك فيك كده 100 100، هي الطريقه دي اللي هنمشي بيها كل الحكايه. هو ايه اللي 100 100؟ طب ما بالمره بقى نعمل امسكيات تتوزع في رمضان. سلام، بصراحه انت معاك ست ولا كل الامسكيات، قصدي ولا كل الستات. لا وانت الصادق، انا عندي 6 ستات.
لا ده انا هقول لحضرتك بقى على فكره انما ايه هايله. ايه راي حضرتك ان احنا نتفق مع شركات السياحه انها تنزل عندنا الافواج مقابل قماش اللي هياخدوه من الارباح؟ لا شايفه راجل فعلا ما يجيبها الا ستاتها. كلمت المعلم خلفاوي زي ما قلت لك؟ اتصلت بيه وزمانه جاي. ربنا يستر يا رانيا، ده انا خايف يجي يولع في البازار وفينا. ده الكلام ده لو انا مش موجوده هنا. مش موجوده ايه ده؟ اذا كان دوله ما كانش قادر عليه انت هتقدري عليه؟ ممكن تخلص وتنقطني بسكتك؟ وده من اللي قلت لك عليه. اتفضل خد الورق ده. ايه ده انت داخله انتخابات ولا ايه؟ ده دعايه للبازار يا غبي. يا ايه الافكار الجميله دي؟ انا مطلوب توزعها على السياح كلها. يا ايه الافكار المتعبه دي؟ يلا يا شو مالك يا بابا؟ ولا تعالى ايه بتبرطم تقول ايه؟ ما بقولش. لا بتقول انت بتقول ايه؟ بحسب. يلا قول. السلام على من يرد السلام لاحلى مدام. اهلا اهلا يا معلم خفرع، اتفضل اقعد. اتفضل ربنا يخليكي ويبارك فيكي. الطلبيه جاهزه؟ طبعا جهزت يا معلم، انت تقمر. ربنا يخليكي، بس انا معذور شويه، ارجوكي هدفع نص المبلغ وبعدين بعد سنتين هدفع الباقيين. قصدي بعد شهرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا معلم. مين؟ المعلم خلفاوي. اهلا يا معلم خوفو. خفرع. اهلا. احلى ادائك يا اخي. اتفضل اقعد اتفضل. الحقيقه يا جماعه انا جمعتكم النهارده عشان نحل مشكله المعلم خلفاوي مع عادل. لا مؤاخذه يا مدام، الاستاذ عادل زودها معايا قوي، وبعدين انا صاحب حق يا ناس. معلش يا معلم، اصل هو مش مطنشك، بس هو الموضوع ساعات يعني البني ادمين بتمر بظروف، والمشكله ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي يعني؟ احنا لينا فلوس عند المعلم خفرع، هيدفع لحضرتك جزء دلوقتي وجزء بعد شهرين. اصل الفلوس دلوقتي مع التيوس، وبالنسبه لي ان شاء الله مفيش مشكله. بس شهرين كتير قوي يا مدام. ويمكن كمان قبل شهرين، ويمكن يومين، بعد ساعتين لما ربنا يفرجها ان شاء الله. اظن كده يا معلم احنا خرجنا خلاص بره الموضوع، ومشكلتك مع عادل اتحلت. صافي يا لبن بقى. لا 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 بلاش بلاش، اطفي 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 اطفي. لا خلاص خلاص، ده ايه؟ هيفك لي الجبس ولا هيقطع رجلي يا دكتور حضرتك؟ اثبت شويه، ما تبقاش عيل. ما بقاش عيل وانا يعني عشان ابقى راجل؟ استنى يا عم محمد، وانا عشان ابقى راجل يعني يقطع لي رجلي؟ خمس دقايق من المنشار وهتخلص. بص حضرتك، انا بحب الجبس جدا، يعني يا ريت ما يقطعوش خلاص، لان انا ولفت عليه وبعدين مدفي لي رجلي يا دكتور. في ايه يا عمته؟ هما جايبيننا يا دكتور من المطبخ ولا ايه؟ اسكتي خالص، احسن لو سمعك هينشر لك رجليكي كده. ينشرها؟ بس يا ريت قبل ما ينشرها يعصرها. خلاص يا سيدي، شلنا الجبس، كل كسر وانت طيب. وانت طيب يا دكتور، عقبالك كده ان شاء الله، وممكن الصبح تنزل الشغل. الف شكر. استاذن احنا بقى. اتفضل. مع الف سلامة. مع الف سلامة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا قوم يا بطل، شد حيلك، الحق انقذ ما يمكن انقاذه. في يا سناء، البازار ولع ولا ايه؟ لا قصدها تقول ان مراتك عامله فيها ام العريف. جيب العواقب سليمه يا رب. والنبي يا حاجه ادعي لي. ما تلحق يا عادل تكلمها في التليفون احسن تكون بعت لك البازار. ما انا كل ما باجي اكلمها عامله لي بنضارتها كده، مش عارف اتكلم معاها في اي حاجه خالص. الله، هو انت ما تعرفش هي بتعمل ايه؟ والله يا ماما لغايه دلوقتي مش عارف، لا شفت منها الابيض ولا اسود، بس ان شاء الله ان شاء الله كله هيتعوض. يا ماما دي حد عارف يكلمها؟ اللي عامله نفسها بتعمل لي دكتوراه بنضارتها دي. انا بقى بستحلف لها. هتعمل ايه يعني؟ هجيب شويه رز من ابو زلط واخليها تنقيه. السلام عليكم.
عليكم السلام. دولا حبيبي وحشني يا دولا. الف سلام عليك يا دولا. اهلا اهلا اهلا. والله يا دولا احنا في غيابك ولا لينا اي لازمه. يا ابني انت في حضوري او في غيابي مالكش اي لازمه يا رمزي. حبيبي يا دولا. ايه البازار ده يالا؟ هو البازار ده بتاعنا ولا ايه؟ لحظه واحده، اروح اسال اي حد معدي بره واجي لك في الريره. لا لا لا، روح اسال وما تجيش خالص. يلا اتكل على الله. لا حبيبي اضربني والنبي يا دولا اضربني. حبيبي بصراحه يعني يا دولا الشغل في غيابك كان في الريره. قصدك ايه يعني؟ قصدك اروح اجبس رجلي تاني عشان يفضل في الريره؟ يا ريت بقى. اضرب 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 اضرب. والله مش فاهم عينيا، مش فاهم عينيا يا غبي. اسمها مش مصدق عينيا. يا الف حمد لله على السلامه يا استاذ عادل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا معلم خلفاوي؟ اتفضل اتفضل. معلش يعني انت المره اللي فاتت لما شرفتني رجلي اتكسرت، ربنا يستر بقى المره دي. يا سيدي عفا الله عما سلف، وبعدين انا خلاص خدت حقي. خدت حقك عشان رجلي اتكسرت يعني هتتنازل عن فلوسك؟ انا مالي ومالي اتكسر، انا خدت فلوسي من معلم خفرع. المعلم خفرع؟ ازاي ده حصل يعني؟ الست بقى، الست مراتك دي توزن دهب، ست مخها يوزن بلد، ست ذوق. امال ايه؟ مراتي هي اللي افتكرت. ما عارف دي كلها بناء على توجيهاتي يعني، انا اللي قلت لها حاولي تظبطي كل حاجه ولبسي طاقيه ده لده، فواضح ان انت حطيتي الطاقيه واديت المعلم خفرع طاقيه. خدت طاقيه؟ نفسي اخد طاقيه. اديك. حبيبتي ده خاتم ذهب، يعني هدية صغيرة اعتراف بالجميل اللي انت عملتيه. يا عادل يا حبيبي والله الموضوع مش مستحمل خالص، يعني ده واجب عليا والمفروض ان انا كنت اعمل كده. عادل اوعى يكون ده عيار 18. حبيبتي جينا بقى للكلام الفلسو بجد يا رانيا، انا مش عارف اقول لك ايه على موقفك الرجولي اللي انت عملتيه. رانيا انت راجل يا رانيا. ما تحافظ على ملفظك يا عادل، راجل ايه وبتاع ايه؟ ايوه طبعا يا حبيبتي، انت قمتي بدور ما يقومش بيه 100 راجل، لان انا طبعا ب 100 راجل انت عارف. يا سيدي ده واجب علينا يعني، اتكسر انت بس كده كل يوم وشوف انا هعمل عشانك ايه. اتكسر وكل يوم؟ فعلا حافظي على ملافيزي. اقول لك الخاتم ده انت ما تستاهلهوش يا رانيا. خلاص خلاص. الطلب بتاعك ايه؟ عايزه تعلمي الرقص ولا ايه؟ لا لا لا، الرقص ملوش علاقه اصلا بالدراسه، ده الرقص اساسا عند الانثى كده بفطرتها. بفطرتها ايه؟ بوسطها بقى عند الانثى بوسطها، لكن فطرتها انتوا كل حاجه تلزقوها للفطره. هي الفطره هتستحمل ايه ولا ايه؟ عموما انا طلبي بعيد عن المواهب بعد التام، انا طلبي تجميلي خاص بمساله الجمال. الجمال؟ لا 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 لا، انا برفض تماما موضوع عمليات التجميل. مالها ودانك كده يا ماما؟ ما زي الفل، ياما ناس ودانهم طويله جدا كده اهو وعايشين وماسكين مراكز. يعني ايه يا عادل؟ هو انا وداني وحشه يا عادل؟ لا حبيبتي ودانك قمر، انا بهزر طبعا. انت كل حاجه تهزر كده. بصراحه بقى انا مضطره اطلب الطلب بكل جراءه. انا بقى بصراحه يعني عايزه علبه مكياج. علبه مكياج ليه؟ طب ما تجيبي مكياج فرط. يا عادل بقى مكياج فرط ايه الكلام ده؟ لما كنا في ثانوي، لما كنا بقى بننزل نزوغ من المدرسه بقى ونجيب مكياج وصباع روج والحاجات دي ونلف على اربع خمس بنات مع بعض. كنتوا بتخمسوا في صباع الروج؟ عادل انا بتكلم بجد، خلي الجد شويه. يا رانيا حس انت بيا بقى، وبعدين مكياج ايه اللي انت عايزاه؟ يا ماما انت اجمل وقت بحب اتفرج عليكي فيه وانت نايمه ومدياني ظهرك. خلاص بلاش علبه مكياج، خليها علبه سمنه. انت عايزه اي علبه وخلاص؟ علبه ايه يا ماما؟ بصي لازم تفكري بشكل جماعي، الطلبات الجماعيه مش الطلبات الفرديه. ايوه بس انا لما اتجوزتك اتجوزتك لوحدك، ما عملتش فيك جمعيه. ايوه ما انت قبضتيها الاول وبعد كده هم اللي جم، اعمل ايه يعني؟ خلاص بقى يدفعوا هم بقى. يا رانيا هيدفعوا منين يا رانيا؟ ما انت ماما وعلى يدك عارفه ما فيش اي فلوس ليها بتجيلها من المعاش، زائد ان سناء كمان بتاخد 300 ملطوش، ال 300 ملطوش دول يا دوبك بيكفوها خناقات في المواصلات وبيكفوها مصاريفها يعني. يا سلام، طب ما انا ممكن اقول لك على مامي كده برضه واعفيها من المصاريف. تعفيها من المصاريف ليه؟ من الطلبه الاوائل؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت رايحه فين؟ انا عندي محاضرة الاولى والشله كلها مستنياني، ما ينفعش اتاخر عليهم. يا سلام، ليه بقى ان شاء الله؟ هو انت مش كنتي موعداني النهارده ان انت هتساعديني في شغل البيت؟ بصي يا حبيبه قلبي، انا ممكن المره الجايه اوعدك ان انا ممكن اجل المحاضرات بتاعتي واخليها بالليل ده، بس عشان خاطر عيونك انت يا قمر. باي. والله هما اليومين دول هما الطلبه اللي بيحددوا مواعيد المحاضرات ولا ايه؟ الله العظيم،
فينا ايام زمان، ايام الالتزام والتزويغ والنط من على السور. هزلت. ترويق وكلهم مش موجودين، بشتغل عندكم. توفير سناء سعيد 40,000 جنيه مصري فقط لا غير، ومستهونين بالرقم ده. ده بطل. 6 سنين يا سناء، 6 سنين بتخدعينا وبتضربينا على قفانا وبتحوشي من ورانا 40,000 جنيه، وانا مش عارفة اضرب علبة مكياج من عادل. مش يا سناء، ماشي ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طلباتها يا ماما اللي انت طلبتيها، وجبت لك كمان يا ستي الزبادي اهو عشان البشره، بالفراوله عشان يخلي وشك محمر. ميرسي يا حبيبي، تعيش وتجيب لي. ودي يا سناء، ادي قلمين جاف. قلمين جاف ايه يا عدو؟ وانا هفتح مقلمه في ال 200 جنيه بتوعي. عادل، عايزك في موضوع. خير؟ قولي. ما ينفعش، مش عايزه حد يسمعنا. طب ما انت كده لفتت نظرهم وهيقعدوا يتصنطوا علينا. هنتصنط على ايه؟ ما انت مفضوحه، مفيش على لسانها غير امك لاختك. نهائيا اطلاقا. ولا تزعلي نفسك، العكس صحيح، اختك لامك. هنقعد نقول في فوازير ليه؟ انا هقوم دلوقتي اشوفها هي عايزه ايه وابقى ارجع اقول لك، او انتوا ابقوا تصنطوا بقى عادي. اتفضلي. امك واختك. ايه ده؟ ده موضوع تاني خالص. مالهم بقى؟ اللي توقعته لقيته. اتفضل. ايه ده؟ دفتر توفير؟ 40,000 جنيه، ده بتاع مين ده؟ مصريا لا غير، بتاع الاخت سناء. سناء؟ اه سناء. طب وجابت 40,000 جنيه منين؟ ده اكيد، بصي الدفتر ده اكيد مزور، اوعي تطلعيه لحد اللي يقبضوا عليه، او اقول لك بلغ عنها عشان يقبضوا عليها ما دام مزور. كلامها هو اللي مزور، حياتها معانا هي اللي مزوره على طول، بتدعي الفقر وعامله نفسها ما عندهاش فلوس. وشوف شوف 40,000 جنيه، ده معناه ايه؟ معناه طبعا ان هي مش من الطبقه بتاعتنا وعايشه معانا. لا يا حبيبي، ده معناه انها ما بتصرفش مليم احمر، عايشه سفلقه على قفانا الهانم. انت عارف اختك بتاخد كام؟ بتاخد في الشهر 500 جنيه بالحوافز. 500 في 12 في 6 سنين، ده معناه 36,000 جنيه. طيب وال 4,000 بتوع ال 40 دول ايه؟ جابتهم منين؟ فوايد يا حبيبي، فوايد. ده معناه ان اختك نايمه وعايشه واكله ولابسه ببلاش. ايوه، واكله وشاربه ونايمه سفلقه، ده حتى قله ادبها ببلاش. ماشي يا سناء، انا بقى هتصرف. سناء. عايز ايه يا عادل؟ لا مفيش، يعني انا عايز اقول لك صباح الفل والجمال والقشطه والكريم شانتيه. صباح الفل يا عادل، خلص قول عايز ايه وبلاش محلسه. محلسه ليه؟ بتسمي يعني ان العلاقه بين اخ واخته يبقى محلسه؟ يعني عموما الافه مودنين بيشيلوها ايه؟ واحد. بيشيلها واحد ازاي؟ ايد من هنا وايد من هنا، ومش عنده ايدين اتنين ولا هو اكتع؟ اخلص يا عادل وقول عايز ايه. لا مفيش، انا بس كنت معدي فقلت اعدي اسلم عليك يعني كاخت وكده، فجيت اقول لك ازيكم سلم. وانت مش خلاص سلمت يا عادل؟ واقف ليه؟ عايز ايه؟ لا مفيش، هتكر انا بقى. طيب موبايلات بقى، ها رنات عشان ما يبقاش. هو انا الصراحه يعني لمحت لها واكيد الرساله وصلت. يعني رساله ايه يا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ هو انت فاكر نفسك حمامه زجله؟ بصي تشبيهاتك مستفزه يا رانيا، وبعدين انا هقول لها ايه؟ هي اختي برضو، مش معقوله اروح اقول لها حاسبيني على اكلك وشربك عندي يعني. عادل بكل قوه وحسم وعزم وامان، روح قول لها. الا اذا كنت خايف منها. خايف منها ايه؟ انا خايف عليها يا ماما لا تتصدم مثلا في الاخ، عمود البيت، الراجل، فمثلا تغير وجهة نظرها عن الرجالة تكرههم مثلا. يا سلام،
قال يعني هي بقى ما بتكرههمش. بس لعلمك بقى انا في دماغي فكره فظيعه فظيعه وهبتدي بتنفيذها. اوكي. ماما في موضوع لو قلت لك عليه دلوقتي حالا ممكن تروحي تجيبي سناء من شعرها وتقطعيها. يا خبر اسود، لكون ناويه ترجع لجوزها. لا يا ماما، ايه اللي يزعل في موضوع انها ترجع لجوزها ده؟ اخس عليك يا عادل، عايز ترمي اختك؟ لا مش مساله ترميها، بس انت فاهمه غلط. عارفه سناء محوشه من ورانا 40,000 جنيه. والنبي برافو عليها، مش زيك مراتك مقشطاك اول باول. يا ماما انت فرحانه ومبسوطه يا ماما؟ ايه ده، انت عايز البنت تصرف عليك؟ لا انا ما بقولش تصرف عليا، بس على الاقل تساعد يعني يا ماما. اختك وحدانيه اللي ليها عيل ولا تيل، يبقى عندها حاجه تتعكز عليها. طب ما تتعكز براحتها، انت شفتيني يعني شديت العكاز منها. بقول لك ايه، روح اتصرف معاها وكلمها انت في الموضوع وما تحشرنيش فيه. يا رانيا يا رانيا، المواضيع دي ما تتاخدش قفش، انا لمحت الماما بس يعني، بس لقيت ان الموضوع ده بايخ ما ينفعش اتكلم فيه. يا سلام، يعني هي ينفع يعني تحوش وتجرش؟ لا 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 ما ينفعش. بس انا فكرت في حاجه بقى، زي ما هي عملت كده احنا كمان برضو هنعمل كده. ازاي؟ هتشوفي دلوقتي. احنا محتاجين ايه الشهر ده من طلبات؟ علبة مكياج. بقول لك الشهر ده تقولي لي مكياج. الو ايوه يا حاج سيد، سوبر ماركت السعاده. مساء الخير يا فندم. مساء النور. منزل استاذ عادل؟ طب هو كان طلب الحاجات ديت وادي الفاتوره. الراجل شكله جه مش كده؟ اه شكله كده اداها الحاجه بقى. يلا يلا يلا. هو انا في العادي بشخر؟ لا يا ست، انا اللي بشخر. اصل عمري ما سمعت صوت شخير. ما انت تبقي نايمه. اديكي شخرتي شخر. عادل عادل عادل، رانيا 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 يا عادل. ايه في ايه في ايه في ايه؟ مين حصل له ايه؟ حاجه بسيطه خالص، في فاتوره بره لازم تدفع يا عادل. طب ما ياما فواتير، مصر مليانه فواتير دلوقتي حالا. يا عايز انام. يا عادل ما تصحى بقى يا عادل، الفاتوره لازم تدفع. يا رانيا راجعي نفسك، مش عايزه تقومي؟ اني اغرق نوما. اغرق نوما؟ احدف لك العوامه؟ براحتكو براحتكو براحتكو. عليها؟ أكيد دخلت عليها، ال 40,000 اللي هي محوشاهم برضو تصرف منهم. أيوة أم ماندو، قولي لي هي أسماء لسه سخنة؟ إيه؟ أنا مش قلت لك إدعكي لها ظهرها بالليمون وكلفتيها في البطانية الجديدة اللي جايبينها بالقسط؟ إيه؟ ما عندكيش ليمون؟ يا سلام عليكي، ما تستلفي من أم عبير يا أختي. لا ألف سلامة على بنت حضرتك الأستاذة أسماء، ألف سلامة. يلا مع السلامة دلوقتي، مع السلامة. آه والله يا أخويا، أصل سريرها تحت الشباك على طول، فالظهر بقى خدت لطشة برد من طيار الهواء البحري. أيوة بس برضو يعني الليمون ده ما بيجيبش النتيجة، اديها مثلا يوستفندي أو اديها مجموعة أنفلونزا. مجموعة أنفلونزا؟ لا مؤاخذة مدام ده ليا. أيوة يا سيدة، السباك ركب الكوع. إيه؟ لسه بينقط. بقول لك ايه، ركب له جلده بدل ما يغير الكوع، خلي بالك. بقول لك ايه يا سيده، ما توقفيش مع السباك لوحديكم، سامع ولا لا؟ ايوه كده، مع السلامه. طب ما تخلي اماندو يقف مع امه يعني مع السباك. لا اصل بلا قافيه، ده البيت التاني وجماعتنا اللي هناك ما بتخلفش. ده حاجه عجيبه يعني، حضرتك كنت بتجوز واحده من اللي هي بتخلف وبعدين اتجوزت عليها واحده من اللي ما بتخلفش؟ انت عكس كل الناس. يا انت مين؟ انا اللي جايب الطلبات. جايب الطلبات؟ طب وحضرتك قاعد ليه يعني؟ مش خدت فلوس وخلاص؟ حضرتك انا ما خدتش حسابي اساسا. خدش حسابك ازاي؟ ما حدش حاسبك؟ طلبت وقالوا لي ان حضرتك نايم وطبعك شديد قوي، فانا ما رضيتش بصراحه اجرع خلوتك يعني وافتح عليكم باب الاوضه. ده
بس ده انا هيجي لي سكر ودواء. اصبري اصبري. طيب وحسابك كام حضرتك؟ 120 جنيه. 120 جنيه بس انا مش هحاسب بقى على النسو اللي انت عمال بتاكله واللب. ايه ده؟ ايه ده؟ 5 كيلو لب واكل 5 كيلو لب؟ انا مش هحاسب على الكلام ده. دي مثلثيه واحده بس اللي كلتها. ماشي 120 جنيه انا اجيبهم لك دلوقتي حالا، وبعد كده حتى لو احنا طلبنا منك حاجه ما تسمعش كلامنا. ها ماشي يا باشا. بقول للسياده ايه لو سمحت، يعني لو حصل يعني ام اسماء اتصلت بيا ولا حاجه يعني طمنها عليا وقول لها ان انا موجود في المحل وتكلمني هناك على التليفون. ها حاضر حضرتك. بقول لك ايه، مش عايزك ترغي معاها خالص، ده فيها خراب بيوت. هي ما تعرفش انت متجوز واحده تانية عليها؟ لا طبعا. هتعرف. رانيا واضح ان اسلوب الصبر على سناء ده ما ينفعش، احنا نبتدي نسحب منها بقى. ربع جنيه، نص جنيه، 175 قرش، في الاخر نكونه مبلغ. حرب استنزاف يعني. بالظبط. هاي ده مهبش منها الهبشه الكبيره. عادل، ياسمين بنتك عايزة 2 جنيه عشان تشتري جلاد يا عادل. عايزة تشتري جلاد ليه؟ تجلد عمتها سناء؟ ايه الزرافة دي؟ يا لطيفة الاتفاق، ايه بهزر عادي يعني. الفلوس بقى يا عادل بسرعة. 2 جنيه انا معيش 2 جنيه، انت معاكي 2 جنيه يا رانيا؟ لا انا معيش عادل فكة خالص. ايه ده، احنا قاعدين في ميكروباص هنا ولا ايه؟ معاكي فكة؟ معاك فكة؟ ميت على كام؟ ومش عايز تفكها، ورقة بكام قول؟ ورقة معايا يعني ب 200 جنيه، مش معقوله يعني انزل دلوقتي حالا عشان افكها؟ ايه ما يصحش كده يا سناء. ايوه كده يا ماما، قولي لها ما يصحش طبعا، دي بنت اخوك يعني، انت عمتها يعني، عادي يا سناء. عيب كده يا سناء، خدي من اخوك ال 200 جنيه وفكها. وانا ما عنديش مانع انها تفكها، بس ايه يعني هتجيب فكه منين 200 جنيه يعني؟ لا معايا فكه، ما تقلقش خالص، يا ريت تيجي على قد الفكه. ده ما في اكتر من الفكه. ثانيه واحده، بكام دي؟ 200، ادي 100، وادي الثانيه فكه. انت بتقبضي من الكانتين ولا ايه يا سناء؟ هو اكل وبحلقه ولا ايه؟ خد يا استاذ الفكه اللي انت عايزها، هات الورقه 200، سلم واستلم. اوعى. شفت اختك معاها 200 جنيه بحالهم، وانا ما احتكمش على 3 جنيه وربع. 3 جنيه وربع؟ انت بتحوشي من ورايا يا رانيا؟ انت قلت لي امبارح عايزه 35 قرش عشان مش عايزه تفك الجنيه. ماشي ماشي. سناء الفلوس دي ناقصه 3 جنيه. ايه يعني 3 جنيه في جزمتك؟ في جزمتي ايه؟ هي جزمتي دي على الصاله. كانك جبت بيهم شوكولاته لياسمين. شوكولاته؟ طيب بقى يا رانيا ابقي خلي ياسمين تغسل سنانها عشان الشوكولاته بتسوس السنان. يا عادل احنا كده بنستنزف. اتفرجي اتفرجي بس اصبري. الو؟ ايوه يا حاج فولي. ايه؟ عايز بضاعه ايه؟ الو 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 يا حاج فولي. يا خبر ابيض، التليفون خلص المكالمه. بقولك هات الموبايل بتاعك. لا انا لقد اوشك رصيدكم على النفاذ. طب اعمل ايه؟ سناء حولي لي من موبايلك لموبايلي 5 جنيه عشان عندي تليفون مهم جدا، لان الحاج فولي فيه بضاعه بيني وبينه ولازم اكلمه بسرعه. يا ابني انا خط وانت كارت، حول لك ازاي يعني؟ طيب هاتي موبايلك بقى اتكلم منه خلاص. سناء ادهوله عشان يهبط. هاتي هاتي. طب خد بس ما تطولش. خد. لا عيب، الا الحاجات دي انا امين جدا يعني. رد بقى يا حاج فولي، اكيد مش عارف النمره فمش راضي يرد. يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد. خلاص خلاص الحاج فولي ما ردش، انتهينا. هو ايه؟ طب هات اكلم واحد اسمه جابر صاحبي، كان معايا في ثالثه تاني في اعدادي. يا ابني هو مصاريفه وناتشو خلاص، عالم سناكيح صحيح. احنا بنتشتم يا عادل. احنا بنتشتم وبنتبهدل. رانيا تعالي ورايا. حل غير المواجهه، احنا لازم نواجهها يا عادل. دي الناس اللي ما عندهاش دم دي بتبجح فيا. وانا تقول عليها سنكوح؟ نسيت الهاني منها ياما استعملت الموبايل بتاعي وقعدت تدي منه رنات ونعمت الزراير لدرجه ان غيرت الوش كذا مره. وش ايه اللي غيرته يا ابو وشين انت؟ وش ايه؟ بقى مرض ما رحت تغيره عند هلهيل وفون اللي بتشتغل فيه البت سور صاحبتي، وانا اللي رحت حاسبت لك وجبت لك الموبايل اللي حد عندك؟ بس فين الوش القديم بتاعي؟ وش قديم؟ انت مش لاقي حاجه تقولها ولا ايه؟ سناء. احنا عارفين موضوع
اهو كنا عايزين نتكلم فيه معاكي بس مش عارفين نتكلم، بس هنتكلم. انا عارفه انتوا عايزين تقولوا ايه، انا فاهمه كويس قوي. انتوا عايزيني ادفع فلوس عشان حاسين ان انا قاعده في البيت ده عالي عليكم. لا يا سناء، ما نقصدش كده طبعا. يعني انا لو قلت يا حساب يا حساب هربيكوا. سناء حسابي وبتاع ايه؟ انا اوزنك يا ماما كمبيالات ووصولات امانه. تحب تعرف انا بعمل ايه وهعمل ايه وعملت ايه عشان البيت ده يعيش؟ بالنسبه لي انا طبعا عايز اعرف. ما سالتيش نفسك يا هانم فاتوره التليفون بتاع البيت اللي بقى لها 9 شهور ما اتدفعتش لحد دلوقتي، ازاي التليفون شغال وبتتصلي منه وتردي عادي يعني؟ عادي عادي. المصلحه بتاعت التليفونات قلبها حنين وعارفه ان احنا من دافع الضرايب، لما بيحصل لنا زنقه بيسيبونا يعني. ما المصلحه اصلها خالتك. انا اللي رحت بنفسي رحت دفعت لكم فاتوره 9 شهور عشان تقعدوا تتكلموا في التليفون عادي جدا كده. ايه ده؟ وهم يعني ازاي هم ما يقولولناش حاجه زي كده؟ يعني كان لازم يقولولنا. يعني انا لو كنت عرفت ما كنتش هسكت. كنت هتعملي ايه يعني؟ كنت هتديهم لي؟ لا كنت هقول لك ميرسي. انا لو عايز اسمع ميرسي على حاجات كتير كتير كنت قلتها وطلبتها منك. بس انا بعمل الحاجات دي من تلقاء نفسي عشان انا بحب اعملها. سناء يعني ما عادي، يعني وضع طبيعي انك انت تدفعي الفاتوره بتاعت التليفون لان انت صراحه اكتر واحده بتتكلمي في التليفون. يا سلام. طب ما سالتش نفسك يا عادل ليه الراجل السواق بتاع الباص بتاعت المدرسه بتاعت بنتك بينزلها على باب العماره بدل اول الشارع؟ ما يا بيخرم عشان شوارع زحمه. نوع من انواع التهرب المروري. ليه يا ذكيه؟ عشان اول كل شهر بغمزه ب 50 جنيه في ايده عشان ينزل بنته قدام باب العماره بعد ما كان بيرميها على اول الشارع عشان امان ياسمين يا عادل. طب ما ايه بقى يا سناء؟ ما انت عمتها يا سناء. سناء عمتها اختك المزغوده اللي انا مش بحبها اساسا. ايه يعني عمتها هي كمان؟ مالها نجلها هي كمان؟ انت فاكره وصلت النت اللي عادل حالف 200 يمين ما يجددش اشتراكها؟ مش ملاحظه ان اختك بقى لها شهرين بتشتغل عادي يعني؟ انا اللي دافعاها يا هانم عشان عارفه انها بتذاكر على الكمبيوتر وبتعمل شغل الابحاث بتاعتها على الكمبيوتر. طب ما انا يعني وانا يعني ايه؟ هعرف انا الحاجات دي ازاي بقى؟ والله وانا كمان كنت اعرف يا سناء. خلاص انا اول مره اسمع منك الكلام ده دلوقتي صراحه. يعني عشان انتوا دايما شغلين نفسكم بتدوا ايه، بس يا عادل عمركم ما شغلتوا نفسكم بتاخدوا ايه. ما هو يا سناء يعني صراحه شكرا على اللي انت بتعمليه ده، الواحد ما كانش حاسبها كده خالص يعني. بس ما هو الواحد لما بيتزنق يعني هيلجا لمين يعني؟ انا اختك واشيلك يا عادل، رقبتي ليك. ربنا يخليكي ليا يا سناء، ربنا يخليكي. خلاص بقى ما تزعليش بقى. الله. طيب عايز ال 3 جنيه اللي هم بتوعي عشان عايز اجمد الورقه ب 200 جنيه، اجمدها ازاي يعني؟ حطها في الفريزر. يلا لطيفه يلا.